شوي بعيد عن سيسي لنرجع شوي لعفي ومنصور وفيروز. صار في لقاء مع صوت عظيم وصوت فريد هو السيدة فيروز، بس في روايات عن اللقاء، يعني كيف التقيتوا بالسيدة فيروز؟ مين عرفكم عليها بالإذاعة؟ ناس بيقولوا حليم الرومي، ناس بيقولوا حليم. نعم. عاصي كان موظف بالإذاعة اللبنانية، موظف بدق كمانجا، وأنا كنت معدي بالبوليس. إجت مع فرقة فليفي من الكونسيرفاتوار بتغني أناشيد. إجي حليم قال له يا عاصي بدي سمعك صوت البنت. سمعوا إياها ووظفوها بالكورس وقتها. كان صوتها كتير جميل وكانت تؤدي. في اجى سمعني صوت عاصي. انا ما عجبني بالاول، وانا اعترف اني كنت قصير النظر جدا. لكن فيما بعد صار عاصي لحد له وانا لحد له. خلص انا بالشرطه، خلص الساعه 1 2 بطلع لعند عاصي بنصير نشتغل ونلحن. صرنا نلحن له. وانتهت الشغله مثل ما بينتهي كل استاذ وتلميذته. تجوزوا وصارت فيروز في البيت. وفي هذه الأثناء كنا نعمل تجارب مع فيروز. ما دل نوع من أنواع الغناء ما غنته فيروز، بالإضافة إلى جمال صوته وفرانة صوته ومبهجتها الكبيرة. صار تجارب معها كثيرة وانصرف كثير. مرحلة ما بقى تتكرر، لا حدا بقى عنده الوقت يصرف ولا المال بقى ينصرف. لذلك فيروز حالي لا تتكرر. أولا أنا ما بخلق الناس، الله بيخلقهم. هل سمعت صوت أنت أنا أشتغل فيه يعادل صوت فيروز أو موهبة؟ هذا شيء بدنا نسألك يا إلا. أنا ما سمعت. أنا ما سمعت، لانه لو فيك تطلع كل يوم فيروز ما بيعود الى ايدي. اكيد الفن تطلع. هو الندره نشيد الاناشيد. في حدا كل يوم بيعمل مثله؟ لا. جاوبني موسى. بس مين اللي عمل نشيد الاناشيد؟ لك سليمان. طيب ما بيقدر يعمل كل يوم مثله. ايه؟ لانه نشيد الاناشيد كمان فكره. نشيد الاناشيد المهم ولا سليمان؟ يا اخي انا بألف. سؤال مش مهم يعني. لا موسى غلطان. ايه؟ انت انا كل يوم بألف مسرحية. ايه؟ بس فيروز مش انا اللي بألفها، الله بألفها. إيه؟ انا قلت بس انا كنت على فيروز وقتها كانت لي مساهمة في بلورة شخصيتها، في اعطاء اعمال حلوة تتعلق فيها، بس مش انا اللي خلقتها. هذا مش اني انا ضد فيروز، بس عمالك لا شوقيته ضد فيروز. ما لقينا. ليش ما عملته نجم يعني؟ ما كنت نجم غير فيروز. نعم. لانه ما في الا فيروز وقتي. بس انا حلو كلامك. في الفيروزية موسيقار مصر محمد عبد الوهاب في الستينات أراد إحياء ماضيه الغنائي في العشرينات بصوت فيروز، فغنت له من ألحانه يا جارة الوادي وخايف أقول اللي في قلبي وصار بعد صار ومر بي وسكن الليل. ولكن الفرق كان كبيرا بين صوت محمد عبد الوهاب القديم البالغ 14 مقاما وصوت فيروز المحدود بثمانية مقامات بثماني مقام. لا 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 حسب علي كبوش. فشو جوابك على هال؟ يسمح لي الاستاذ علي كبوش، هو عم يشرح يعني. استاذ كبوش بدي له صوت فيروز يمتد اكثر من 16 مقام. اكثر من 16 مقام يعني اكثر من صوت عبد الوهاب عم بتقول؟ بيمتد. بدي اقول لك اذا كان صوت الرجل شيء ما لا مقارنه بين صوت الرجل وصوت المراه، كل واحد له امتداد. بس صوت فيروز بالاصوات الواسعه جدا، بالاصوات المختلفه، مش من الاصوات. وابدعت فيهم واجادت، وكان في عندها خلق، لانه اللي بيعطي النجم اللي عم بيغني يزامل في عمليه الخلق. والا كيف بيقولوا مثلا فلان غنى هاللحن، كاروزو غنى هاللحن احسن من بافاروتي او شيء؟ ليش ابداعه الخاص؟ فيروز مبدع. رئيس محترف راشية شوقي ايضا الرحابنة هي الصوت الدافئ فيروز. الرحابنة التنين العباقرة دول اكتشفوا مساحة هذا الصوت. يعني هو صوت مايكروفوني ولكن صوت جميل دافئ لا ننكر. لا مش مايكروفوني، صوت عظيم جدا بدون مايكروفون. طيب بدون مايكروفون ولا تزعل مني. اذا هو صوت عظيم جدا، لكن العظمة الاكبر هي اللحن الذي استطاع ان يقدم هذا الصوت، بدليل انه السيدة فيروز لما ما قدمت الحان منصور وعاصي
بليز. عاصي ومنصور. عاصي ومنصور تأمرني. عاصي ومنصور لم تستطع أن تصل إلى ما وصلت معكم. معكم. بليز ما تتواضع. سيدتي هنا ذوقك أنا خليني بعيد عن هالمشكلة. لمش ذوقي هذا كل الناس تقول وكل من يفهم بالموسيقى يعرف أن معجزة الرحابنة هي فيروز. فيروز سيدة عظيمة جدا، سيدة في الغناء، ولكن المعجزة هي عاصي ومنصور عشان ما تزعلني. شوفي. نعم. ما بدنا ناكل حق الناس، السيدة فيروز لا ما بناكل حقها، نحن بنقول عظيمة. هي بحد ذاتها موهوبة كثير. أكيد. وصوتها خارق. لكن التجارب اللي انعملت على صوت فيروز خلال 30 35 سنة واللي وضعت تحتنا ويجب ألا أنسى صبري الشريف اللي كان معنا وكان رئيس قسم الموسيقى بشكل عام اللي وضع هالتجارب كلها تحت تصرفنا وتصرف صوت فيروز عملت هالأشياء. اليوم ما بقى حدا فاضي لحدا حتى ينتج صوت في هذه العبقرية. كثير متواضع استاذ. لا عم بقول لك هلا لا هلا بتكتشفي اني مش متواضع. وشئنا لصوت فيروز ان يكون مغير عن الاصوات الاخرين. هلا انت وكل انسان مستمع بيسمع مطربات بدها تمر لحظه حتى يقول هاي فلاني او فلاني، الا فيروز مغيره عن الكل. وهون شفتي كيف؟ المهم انه كيف انصنع صوت فيروز. فبعدين التغيير والمهم كثير هو التأليف الرحماني كمان. قلت لك مش متواضع. الشعر والموسيقى اللي صحيح. اجوا مغيرين وقلبوا هذا الشرق. نعم. بس صوت سلمى كان حلو ومعبر. وبداية فيروز لما اجت فيروز كان في ناس يقولوا هاي ما رح تقدر تعبي مطرح نجوى. لكن هلا صار في فيروز. طب ليش اعتمدتوا فقط على صوت فيروز رغم عظمة هذا الصوت؟ ابدا مش على فيروز. نعم. نصري. تعاملنا مع نصري. في سياق المسرحية. وديع. نعم. طولوا يدي. طولت. لحنا للنجاح. نعم. لحنا لكريم محمود، لحنا للي مش متذكروا في اشياء كثير ناس مش متذكروا لهدى لصباح لكل الملحنين. لكن فيروز كانت في البيت. أكلت الجو كمان. كانت في البيت. نعم. واللي عنده صوت الفيروز ببيته نعم ما بيروح بعيد، يعني بصير يستسهل الشغلين، خاصة إذا كان هذا الصوت مفرد ونعرف نحن انه صوتها بيقدر يحمل الطاقة الفكرية والرسالة الى الاخر. انا عم فتش عن صاروخ يحمل لي الشحنة اللي بدي وديها انا. صوت فيروز مثل الصاروخ البعيد المدى بيحمل الشحنة الفكرية اللي كنا بدنا نرسلها للناس. طب صراحة لما تقعد بينك وبين نفسك وتقول طيب انا اول مرة سمعت صوت فيروز عاصي عجبه كتير أنا ما وانا ما عجبني إيه. شو بتقول عن حالك؟ يعني شو غبي كنت؟ لا مش غبا. لا مش غبا. نعود الى المقولة الاولانية وهي انه الرحابنة ادركوا مساحة هذا الصوت وتعاملوا مع هذا المساحة ففجرت، مثل ما الواحد يلاقي له ماسة مش مسحولة الرحابنة سقلوها فلمعت. ممنونة انا شكرا. لا هذا هو الكلام اللي صار.